السلام عليكم ومرحبا بكم، معكم جنان. دان اليوم غادي ندير اون غوسيت اومليت تاع بيض وطوماطيس، تجي فريمون سهله، تجي بنينه، سواء نفطروا بها ولا نتعشوا بها، تجي شابه بزاف. اذا نبدو على بركه الله. اذا الحاجه الاولى نبدو الطماطم تاعنا نقطعوها، نقطعها الى شرائح. بسم الله. بسم الله. ندير ملعقه تاع زيت الزيتون، ملعقه كبيره. ندير امورسو تاع دهان زبده، ندوبها على نار هادئه باش الدهان ما ينحرقليش. اذا نبدا ندير في الطماطم تاعي هنايا هكا، يبداو يتقلوا. ندير شويه في الكحل، الملح حسب الذوق. اذا نغطيه نخليه يطيب 5-6 دقائق. اذا هنا بعد 5 دقائق نقلب الطوماطيس. الرائحه تاع الزيت الزيتون والزبده فريمون ريحه شابه، الطوماطيس تجي ما شاء الله. اذا هكا ونعاود نغطيها غير 3 دقائق. اذا ندير بحبات بيض على حسب افراد العائله. يجي عشاء ولا فطور، يجي خفيف 5 سنت نديروه ونقدموه مع سلطه ان جو، يجي فريمون شباب بزاف. ملح، معدنوس، الماء دبلنا شابه للبيض، إذا ساي هاهي لا طوماطيس هاهي طايبه، نديرو فوقها البيض. بسم الله. إذا دروك نغطيه وخليه يطيب. إذا ساي هاولا الغدا تاعنا وجد، وكيفاه جا رائع 5-5 وجدناه. إذا ما بقى لي غير نقولكم تبقوا على خير وخليتكم في رعاية الله وحفظه، وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله.